الموقف ده بيسعدنا كلنا، كل مواطن سواجي المفروض يفرح بان مديريته ومديريه تم تجديدها ومديريه نظيفه ومديريه كويسه ومكان لائق ببلده وبسمعته، لان دي كل دي حاجه بتصب بسمعه سوهاج واهل سوهاج، ودي مديريه سوهاج مش مديريه الاهل، ده مديريه اهالي سوهاج. نرحب فضيله الشيخ عمر مصطفى من الازهر شريف ورجال الاوقاف، نرحب بنيابه